الحفاظ على المرونة وقوة التحمل، شجاعة وبراعة حاسمة، مرونة، دقة، صلابة، سرعة رد الفعل، مهارة عالية، رشاقة وحيوية. الساندا تنقسم تقنيات اللكمة الأساسية للساندا إلى ثلاث: اللكمة المستقيمة، اللكمة الصاعدة، ولكمة الخطاف. اللكمة المستقيمة من اليد الأمامية، استعد، انطلق. باليد الخلفية، استعد، انطلق. اللكمة المستقيمة باليمين واليسار، استعد، انطلق. لكمة الخطاف باليد الأمامية، استعد، انطلق. باليد الخلفية، استعد، انطلق. باليمين واليسار، استعد، انطلق. اللكمة الصاعدة باليد الأمامية، استعد، انطلق. باليد الخلفية، استعد، انطلق. باليمين واليسار، استعد، انطلق. قف. هناك ثلاث ركلات أساسية للعبة الساندا، وهي الركلة المستديرة، والركلة المباشرة، والركلة الجانبية. الركلة المستديرة بالساق الأمامية، استعد، انطلق. بالساق الخلفية، استعد، انطلق. الركلة المباشرة بالساق الأمامية، انطلق. الركلة المباشرة بالساق الخلفية، انطلق. الركلة الجانبية، استعد، انطلق. والآن سأشرح لكم كيفية تنفيذ الركلة المستديرة خلال المنافسة. ركلة الهجوم. ركلة المجابهة، انتهز فرصة المواجهة حين يهاجم المنافس، انطلق. الهجوم بالركلة الجانبية. التصدي بالركلة الجانبية، انتهز فرصة المواجهة عندما يهجم المنافس، انطلق. والآن سأشرح لكم كيفية تعليق الساق والطرح أرضا. تصدى باليد الخلفية عندما يهجم الخصم بالركلة المستديرة من الجهة الخلفية، أمسك ساقه باليد الأمامية ثم تقدم، فاستخدم الركلة المستديرة.
والآن سأشرح لكم كيفية الطرح أرضا. نستخدمها عندما يهجم الخصم باللكمة الخلفية. غص، تقدم وتحرك. نبدأ. يتكون أسلوب الساندا من ركلة من مدى طويل، لكمة من مسافة قريبة، الطرح أرضا ممسكا به. عندما يمسك المنافسان بعضهم البعض انتهز الفرصة وكن متمكنا منه عن طريق وضع قدمك بين قدمي الخصم. يعتمد أسلوب الدفاع في الساندا على الإيقاف والتجنب جملة هكذا. تصدى بقدمك الأمامية. انطلق. ثم الخلفية. انطلق. تصدى للركلة المستديرة بقدمك الأمامية. انطلق. ثم بقدمك الخلفية. انطلق. التصدي للركلة المباشرة. انطلق. أخيرا سأعرض لكم طريقتان أكثر استخداما يجب تجنبهما خلال المنافسة. تجنب هجوم القدم الأمامية. انطلق. تجنب هجوم القدم الخلفية. انطلق. مقدمة. الساندا هي لعبة قتالية حديثة لا تستخدم أسلحة، تعتمد في المقام الأول على تسديد اللكمات والركلات والطرح أرضا ومهارة المصارعة والدفاع عن النفس. منصة المنافسة. منصة اللعب تكون مسطحة ومغطاة بمادة ناعمة الملمس، مساحتها 8 متر عرضا في 8 متر طولا و80 سنتيمترا ارتفاعا. تحاط جوانب حافة المنصة بخط أحمر يبلغ عرضه 5 سنتيمتر. 90 سنتيمتر هي المسافة ما بين حافة المنصة إلى الخط الأصفر الذي يبلغ عرضه 10 سنتيمتر. أما منطقة الأمان المحيطة بجوانب المنصة فهي مرتفعة عن الأرض بمقدار 30 سنتيمترا وعرضها متران. الملابس وأدوات الوقاية. يرتدي اللاعبون المتنافسون ملابس بنفس لون أدوات الحماية. أدوات الوقاية الخاصة باللعبة هما الأحمر والأزرق، وتتضمن القفازات وواقي الرأس وواقي الصدر. بالإضافة إلى ذلك يطلب من اللاعبين توفير واقي الأسنان الخاص بهم وواقي لمنطقة أسفل الحزام ورباط اليد بطول يتراوح بين 3.5 إلى 4.5 متر، وهناك قفازات خاصة بالإناث مهما كان وزنهن. وبالنسبة للرجال وزن 65 كيلوغرام على الأقل، هناك قفازات وزنها 230 غرام وقفازات 280 غراما تستخدم للرجال من وزن 70 كيلوغرام إلى 85 كيلوغرام. أما قفازات الرجال زنة 330 غراما فتستخدم لوزن 90 كيلوغراما فأكثر. آداب الوشو. وضع قبضة اليد اليمنى في راحة اليد اليسرى تحية تجسد روح الفنون القتالية. ترمز راحة اليد اليسرى لغرس الخلق الحسن والسلام والتهذيب وتجسيد القيم المعنوية للعبة الفنون القتالية، بينما ترمز قبضة اليد اليمنى إلى القوة الصلابة وتجسيد براعة فنون اللعبة.
طرق وتقنيات الفنون القتالية. تتكون اللعبة من ثلاث جولات، كل جولة مدتها دقيقتان، بين كل جولة وجولة دقيقة راحة. يحصل اللاعب على لقب الفائز بعد فوزه بجولتين على خصمه من الجولات الثلاث. تقنيات محظورة: محظور ضرب الرأس أو الركبة أو الكوع، كذلك ضرب الفخذ، الرقبة، الجزء الخلفي من الرأس أو الضرب الذي يؤثر سلبيا على المفاصل. محظور ضرب الخصم بعنف شديد أو التعمد باستغلال اللاعب لوزنه لسحق خصمه، كذلك محظور ضرب رأس الخصم بأي طريقة بعد طرحه أرضا. مناطق الضرب الصحيحة: الرأس، الجذع بما في ذلك الصدر والبطن والخصر والظهر، كذلك الفخذين وفوق الركبة وأسفل الورك بما في ذلك الأرداف. مناطق محظور ضربها: الرأس من الخلف والرقبة والفخذ من الخلف. معيار نقاط الفوز: سيتم منح المنافس نقطتين عندما يسقط الخصم على المنصة. سقوط الخصم بينما يظل منافسه واقفا. ركلات المنافسين لجذع ورأس أي منهما للآخر. المنافس سوف يمنح نقطة واحدة عندما يضرب خصمه في الجزء الصحيح باستخدام اللكمة أو حركة اليد، وكذلك الفخذ بضربة القدم. يمنح المنافس نقطة واحدة إذا لم يبدأ المنافس الآخر بالقتال قبل 5 ثواني. فوز أو هزيمة: الفوز الصريح عندما يكون هناك تفاوت كبير بين المتنافسين من حيث المهارة والقوة، ويجوز لحكم المنصة بعد موافقة الحكم الأساسي الإعلان عن الفائز المنافس القوي ليكون الفائز في المباراة. يفوز المنافس بالمباراة إذا هزم خصمه، كذلك إذا فقد الخصم الوعي لعشر ثوان أو وقف ولكنه لم يكن متماسكا تماما خلال الجولة. في حالة قيام الحكم بالعد 3 مرات على المنافس وهو مستلق، سيتم الإعلان عن خصمه كفائز. يجب أن يكون الفرق في النقاط بين المتنافسين هو 12 نقطة أو أكثر، واللاعب الحاصل على نقاط أعلى يعلن فوزه. تحديد الفائز في كل جولة: وتحدد نتائج كل جولة بواسطة النقاط التي تمنح من الحكام الموجودين بجانب المنصة خلال الجولة. إذا تم ضرب منافس بشدة وأجبر على العد مرتين، سيتم الإعلان عن خصمه الفائز في الجولة. والمنافس الذي يسقط في الحلقة مرتين خلال الجولة يتم إعلان خصمه الفائز بالجولة. وإذا تعادلت نقاط المتنافسين في نهاية الجولة، سيتم الإعلان عن اللاعب صاحب المهارة والقدرة التقنية المتفوقة. تعتبر الساندا نوعا من الألعاب ذات تقنيات ممنهجة نسبيا مقارنة مع ألعاب القتال الأخرى في العالم، فهي تجمع بين تقنيات الرقل بلعبة التايكوندو وتقنيات اللكم في الملاكمة، إلى جانب تقنيات المصارعة الصينية. ويوما بعد يوم يزداد إعجاب وفضول كثيرين من الناس بها، سواء من حيث أشكال المسابقة أو المواجهة.